السلام عليكم ورحمة الله. بعث الله عز وجل الرسل برسالة التوحيد لهداية البشر إلى الصراط المستقيم. لا شك أن أولئك الرسل في أعلى مكانة وأرفع منزلة في الدنيا والآخرة، لا شك في ذلك. ولكن السؤال الآن، هل تلك الرسل متساوون في المكانة والمنزلة؟ أم أن الله فضل بعضهم على بعض؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل الكرام فضل الله بعضهم على بعض، ولكن انتبه أخي الكريم، تفضيل بعض الأنبياء على بعض أمر خاص بالله سبحانه وتعالى وليس للبشر، فليس لنا أن نفاضل بين تلك الرسل دون علم ووفقا لهوانا، بل يجب أن تكون المفاضلة بناء على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم رفض التخيير بين الأنبياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان بينه وبين المسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم وسأله عن ذلك، فأخبره بما كان من اليهودية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. ولكن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وهو خير البشر وهو سيد الأنبياء والمرسلين؟ قالها تواضعا، قالها حتى لا يكون هناك نزاع وجدال وتخاصم وتناحر، قالها حتى لا يكون ذلك مدخلا للشيطان. ولكن هل هناك من تعارض بين قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا، ليس من تناقض بين الآيتين، فالتفضيل من الله عز وجل ليس في النبوة والرسالة، ولكن التفضيل في المعجزات والكرامات. ونحن كمسلمون نؤمن بجميع الرسل، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمنهم من كلم الله كموسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وعند سدرة المنتهى. وفي هذا إثبات لصفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله. ومنهم من رفعه الله درجات عالية كمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين. جمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين. وكفى بالقرآن الكريم تلك المعجزة الخالدة فضلا وقدرا ومقاما وشرفا ومنزلة عالية ورفيعة لا ينالها أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتى الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام البينات والمعجزات الباهرات كإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. والأكمه هو من ولد أعمى، والأبرص هو من به المرض الجلدي البرص، وإحياء الموتى بإذن الله. وأيده بروح القدس سيدنا جبريل عليه السلام يلازمه في كل أحواله. ولكن لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام عاش حياته محاربا من أعدائه الرومان ومن قومه بني إسرائيل، ولم يؤذن له بالقتال ليدافع عن نفسه، فتولى الله تعالى الدفاع عنه وأمده بجبريل عليه السلام. وتأمل معي جيدا، بدأ الله عز وجل في الآية الكريمة بالحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام، ثم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك إشارة إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأنبياء، وأن أمته وسط بين الأمم، وشريعته وسط بين الشرائع. ولو شاء الله
واقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعد تلك الرسل من بعد ما جاءتهم البينات والمعجزات الباهرة الموجبة للاجتماع على الإيمان، ولكنهم اختلفوا، فمنهم من آمن وأطاع ومنهم من كفر وعصى، وتفرقوا إلى فرق وتناحروا وتعادوا ثم اقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا وأصبحوا أمة واحدة، ولكن الله يفعل ما يريد وما يشاء، فإرادة الله نافذة ومشيئته غالبة. جزاكم الله خيرا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.